ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا. هبدأ معاكم النهاردة رواية جديدة انا متأكدة انها تعجبكم، بقلم الكاتبة المبدعة روني محمد. لكن قبل ما احكي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. في واحد من الاتوبيسات العامة وقفوا بنتين، الاولى اسيل والتانية ورد، والاتنين كانوا محددين هدفهم، وهو راجل في سن الخمسين. نفخت ورد بضيق وقالت: بقول لك ايه يا راجل انت، انا سكت لك من الصبح، اللي بتعمله ده ما يرضيش ربنا ابدا. ردت اسيل وقالت: ايوه يا انسة، انا برضو ملاحظة كده ان الراجل ده بيعمل حركات مش تمام. بقول لك ايه، تعالي نطلع على الاسم. في ايه يا بنت انتي، هو انا عملت لكم حاجة؟ ده انت ما طلعتش مش محترم بس، لا ده انت بجح كمان. فين الشهامة؟ فين الرجولة؟ فين ولاد البلد؟ وفي لحظة الاتوبيس كله كان فوق بعضه. السواق اضطر ان يقف لغاية ما الخناقة تبطل. ورد واسيل استغلوا الموقف واخدوا المحفظة اللي كان عليها العين وجريوا نزلوا من الاتوبيس بسرعة. بقى بعد اللي عملناه ده كله يطلع علشان 500 جنيه؟ انا لو اعرف كده ما كنتش تعبت نفسي. بقولك ايه، انا ضميري بيأنبني وبفكر ارجع المحفظة للراجل، كفاية انه اخد علقة من غير سبب. عاوزة ترجعيها يبقى رجعيها لوحدك، وعلى الله تجيبي سيرتي. لا خلاص، بس بقولك ايه، المرة دي اخر مرة، احنا مش هنسرق الغلابة تاني. افرضي الراجل كان هيجيب بيهم اكل ولا علاج، تصدقي مشاعري بدأت تتعاطف معاه. بس هرجع وافكرك اننا على الحديدة، ولو ما كانش الفلوس دي كنا هنموت من الجوع. اوف، طب يلا بينا بقى على البيت، وهناك لازم نفكر وندور على وظيفة تأكلنا بالحلال. انا مش هسرق تاني. اعرفكم بنفسي، انا ورد، عندي دلوقتي 24 سنة، اتربيت في ملجأ انا وصاحبتي الوحيدة اسيل اللي من نفس سني تقريبا. انا وهي قررنا نسيب الملجأ بعد سن 18 سنة، وكنا عايشين مع ست طيبة اللي صرفت على تعليمنا لغاية ما خلصنا الجامعة، وللأسف اتوفت من سنتين. ومن وقتها واحنا على الحديدة، ولا لاقيين شغل كويس ولا حتى مكان نعيش فيه. علشان كده انا واسيل قررنا نكسب فلوس ولكن بطريقتنا الخاصة. تعالوا نكمل الحكاية ونشوف ايه اللي هيحصل. وبعد كام ساعة قعدت اسيل قدام جهاز اللابتوب وقالت: مفيش وظيفة واحدة كويسة، كلهم مرتبات زي الزفت، انا مش عارفة الملالين دي هناخدها نعمل بيها ايه. ورد كانت قاعدة سرحانة واسيل قالت: يا بنتي، هو انا بكلم نفسي؟ ما تردي، هنعمل ايه واحنا اخر قرشين معانا هيخلصوا بكرة؟ انا بس بفكر في حاجة، لو اتحققت احنا هنقب على وش الدنيا وهنعيش مرتاحين. وايه بقى اللي انتي بتفكري فيه؟ هو يكون مشروع من مشروعاتك الفاشلة. عارفة البت امل اللي كانت معانا في الكلية؟ البت دي اللي مصدية، اللي كنا بنتريق عليها وبنعمل فيها مقالب. ده ما كانش في حد في الدفعة الا لما كان يقع على نفسه من الضحك لما يشوفها. تخيلي ان البنت دي وقعت على مليونير واتجوزته، لو شفتيها بعد عمليات التجميل مش هتعرفيها. مليونير مرة واحدة؟ يا بنت المحظوظة. طب دي وقعت عليه فين؟ معرفش. انا بقى بفكر لو بس نلاقي واحد كده متريش يصرف علينا شوية بدل ما احنا متبهدلين بالشكل ده. هو ده هنلاقيه فين، في بنك الحظ ولا في سوق الخضار؟ لا، على اللابتوب اللي انت قاعدة قصاده ليل ونهار، وهو نطلع منه بفايدة. اخدت ورد جهاز اللابتوب وكانت بتعمل سيرش عن رجال الاعمال اللي في مصر، واخيرا ابتسمت وقالت: انا خلاص لقيت اللي انا عاوزاه، يلا قومي غيري هدومك وتعالي معايا. ما تفهميني بالظبط هتعملي ايه؟ غيري هدومك بس وانا افهمك كل حاجة في الطريق. اسيل كانت هتمشي بس وقفت وقالت: طب هنروح فين بقى؟ انا محبش ابقى زي الاطرش في الزفة كده. يوه، انت شكلك هتعطليني، لو هتتأخري هروح لوحدي. جريت اسيل غيرت هدومها ووردة اخدتها ومشيوا. وبعد وقت قصاد شركة المرشدي للسياحة وقفت ورد جنب اسيل وقالت: صاحب الشركة دي غني قوي، ده من اغنى الناس هنا في مصر، انا قريت انه عامل حفلة في بيته بمناسبة افتتاح فرع جديد لشركته. ولما هو عامل حفلة في بيته احنا جايين هنا ليه؟ علشان نراقبه كويس ونعرف شكله. انت عاوزانا نروح الحفلة كده وندور عليه؟ طب اسمه ايه؟ مواصفاته ايه؟ اي حاجة. عيسى، اسمه عيسى المرشدي، اسمي مش بطل وجديد. يا ترى عيسى بقى ده ليه أصحاب كده ولا لأ؟ نشوفه بس ونتأكد إنه ينفع ولا لأ، ونبقى نشوف أصحابه بعدين. وفي شركة المرشدي للسياحة وقف كمال المرشدي مع بنته مرام وقال: صباح الورد والياسمين على أحلى مرام في الدنيا، قوليلي إيه أخبار الشغل النهاردة؟ ما تقلقش، كل حاجة ماشية تمام، حتى كمان لسه قافلة مع الشركة المنظمة للحفلة وقالت لي كل حاجة تمام. والله كنت شايف إن الحفلة دي ملهاش أي لازمة، كنا اكتفينا بالعروض والخصومات اللي الشركة عاملاها وخلاص.
ما انت عارف ان عيسى اللي صمم الحفلة دي بيقول انه عازم فيها ناس اجانب هيمضي معاهم عقود جديدة. طيب على بركة الله. كنت هنسى، بقولك ايه، ما تنسيش اننا مسافرين الصعيد اخر الاسبوع ده. طب تروحوا وتيجوا بالسلامة. روحوا انتوا وانا هقعد هنا اخلي بالي من الشغل. تقعدي هنا فين يا بكاش؟ انتي جدك طلبك بالاسم وقال انك لازم تكوني قبلنا كمان. ما انت عارف يا بابا ما بحبش جو الصعيد والحر وكده، ما تخليني انا هنا وانتوا مسافروا وسيبوني. هي كلها اسبوع ولا اسبوعين ونرجع، اعتبريها انك بتفصلي شوية عن ضغط الشغل. ماشي يا بابا، امري لله علشان خطرك بس. اعرفكم بمرام المرشدي، بنت جميلة بتحب شغلها جدا وقررت انها تركز في الشغل وبس بعد ما فشلت في اول قصة حب ليها، ولكن مين عارف مش يمكن تلاقي الحب اللي ضاع منها زمان. وفي مكتب عيسى المرشدي وقف بعد ما رمى الورق في الارض قدام السكرتيرة وقال بعصبية، ده لو عيلة لسه في ابتدائي كانت عرفت ترتب الورق ده اكتر من كده، هاتفضلي خدي حاجتك وروحي اي قسم تاني. يا عيسى بيه انا، قطعها عيسى وقال، اتفضلي نفذي اللي قلتلك عليه، وكلمة كمان اعتبري نفسك مرفوضة. السكرتيرة لمت الورق وخرجت وكانت عيونها مدمعة. قابلها اكرم ابن عم عيسى وشريكه وقال، انا مش عارف الجاحد اللي جوه ده جاله قلبي زعلك ازاي، بس ده انا لما ببص في وشك بنسى انا كنت عاوز اقول ايه. مستر عيسى نقلني القسم تاني، بليز اكرم اتكلم معاه. لا بالراحة عليا، ما تقوليش اكرم كده مرة واحدة في وشي، قلبي ما يستحملش. بصي انت خسارة فيه اصلا، ايه رأيك تيجي مكتبي؟ ابتسمت السكرتيرة وقالت له، خلاص اللي تشوفه. قطعهم صوت عيسى اللي قال، يا حنين انت واقفة عندك بتعملي ايه؟ اتفضل ادخل وقولي عملت ايه في اللي كلفتك بيه. دخل عيسى لمكتبه ووراء اكرم اللي قال، يا عم بالراحة شوية خليني اخد نفسي، انت ايه ما بتتعبش من كتر التفكير والشغل؟ هاخلص وقولي اتفقت مع شركة النقل ولا لا؟ الاوتوبيسات هتكون جاهزة النهاردة والرحلات كمان، تقدر تبدأ حجز من بكرة. طب تمام كويس. ما تنساش تشوف لي سكرتيرة كويسة بدل البنات النص كم اللي انت بتشغلهم دول، انا عايز واحدة تكون عاوزة تشتغل بجد. اكرم قعد وحط رجل على رجل وقال، عيسى انت ازاي كده؟ ازاي حياتك جد قوي كده؟ يعني ما نفسكش في مرة كده تسهر تشرب وتروق؟ مسكوا عيسى من هدومه وقال له، لا سيبنا لك انت الترويقة، يلا يا حلو على مكتبك علشان مش فضيلك، ربنا على المفتري والظالم. عيسى ده بقى حاجة تانية خالص، شخص مغرور وواثق في نفسه ودايما يتعصب على اي حاجة، بيحب الشغل المظبوط وملهوش في اللف والدوران، وده عكس اكرم ابن عمه، فهو شاب مرح بيحب الضحك دايما والهزار. الاتنين اتولدوا وتربوا في الصعيد ونقلوا حياتهم القاهرة من فترة قصيرة، وده كان بسبب الشغل. وعند ورد واسيل اللي قالت، بقولك ايه انا رجلي ورمت من الوقفة، تعالي نروح ونفوت عليهم بكرة. يا سلام مش هينفع، لازم نستنى هنا كده، انت هتبوظيلي الخطة اللي انا عاملاها. ما انا واقفة معاكي بقالي اكتر من ساعتين وقفايا اتحمص من الشمس، ارحميني هيجيلي ضربة شمس وهتبقى انت السبب. استني طيب شوية كمان، لو ما خرجش هنمشي ونبقى نيجي بعدين. بلاش نون الجماعة، ها انا مش جاية معاكي تاني، اعملي حسابك. قطعهم خروج عيسى ومعاه اكرم ووقفوا يتكلموا قدام الشركة. اهو هو ده عيسى المرشدي، انا شفت صورته النهاردة، بس تصدقي ده احلى مليون مرة من الصورة. اسيل انتبهت وشافت اكرم وقالت له، هو مين المز اللي معاه ده؟ لا انا شكلي هدخل العملية دي بقلب جامد علشان تعرفي بس ان عندي حق. طب ودلوقتي بقى هنعمل ايه؟ يلا تعالي نتعرف عليهم. لا طبعا انت مفكراها سهلة كده؟ بصي خلينا نروح دلوقتي ونفكر ونتكتك ونشوف هنعمل ايه. وعند عيسى اتكلم وقال، زي ما فهمتك، السكرتيرة عاوزها محترمة بالمواصفات اللي قلت عليها، على فكرة انت سمعتك سبقاك وطبعك ده مطفش نص بنات مصر، محدش هيرضى يشتغل معاك تاني. احسن برضو شوف لي راجل يشيل مسؤولية، بلاش دلع ماسخ. ولا ده كمان، مين اللي هيقبل كل يوم والتاني يطرد على اتفه الاسباب؟ ما تعقدهاش انت واعمل الاعلان زي ما قلتلك. خلص عيسى كلامه وركب عربيته ومشي، واكرم وقف يبصله بضيق وقال له، انا مش عارف انا مستحملك ازاي، يلا كله علشان خاطر عمي كمال. اتفاجئ اكرم لما لقى ايد بتتحط على كتفه وسمع صوت كمال اللي قال، هو ايه اللي عشان خاطري؟ والله يا عمي انت جيت في وقتك، انت ابنك عيسى ده مستحملينه ازاي؟ ده ما يتعشرش ابدا. ضحك كمال وقال له، عيسى طبعه صعب بس والله طيب وحنين. طيب ماشي انما حنين لا، ده اصلا ما عندوش قلب، تصدق انه لغايه دلوقتي طارد اكتر من 20 سكرتيره وكلهم من غير سبب،
والله أنا اتكلمت معاه كتير وهو فعلا طبعه صعب بالذات في الشغل. يلا ربنا يهديه. رجعت وردة ومعاها أسيل للبيت وتفاجئوا لما لقيوا صاحب الشقة واقف. وردة قالت: ازيك يا عم جمال، معلش احنا نتأخر الشهر ده على الإيجار. لا احنا ما اتفقناش على كده. انا عاوز الايجار الشهر اول باول، هو الشهر ده بس اللي هنتأخر عليه، معلش اصل احنا بندور على شغل تاني. هديكم مهلة 10 ايام اتصرفوا فيهم وإلا هضطر اشوف ناس غيركم. خلص جمال كلامه ومشي. واسيل بصت لورد وقالت: وبعدين هنعمل ايه؟ احنا كده مش هنلحق نتصرف. تعالي جوه خلينا نقعد نتكلم بدل وقفتنا على السلم كده. البنتين دخلوا واسيل قالت: راجل يا ساتر يا رب، ما عندهوش رحمة، عنده استعداد يرمينا في الشارع علشان خاطر اتأخرنا عليه في الإيجار. وردة قعدت وقالت: وهي يعني جت عليه؟ ما احنا طول عمرنا بنتنقل من مكان لمكان بعد ما بنطرد بسبب الإيجار المتكوم. خلينا دلوقتي نجهز للحفلة ونبقى نفكر في موضوع الإيجار ده بعدين. وقفت أسيل ومعها ورد والاتنين راحوا يستعدوا لحضور حفلة عيسى المرشدي. وبعد كام ساعة في الحفلة وقفت أسيل وقالت: ويتر؟ يعني أنا على آخر الزمن أشتغل ويتر؟ يلا الحمد لله يا رب، أحسن من مفيش. ردت ورد وقالت: أنا عاوزاك تركزي كويس قوي مع ترابيزة اللي اسمه عيسى، ما تشيليش عينك من عليه، لازم نحفظ تحركاته. ليه؟ هو احنا هنقبض عليه؟ انت مكبرة الموضوع قوي على فكرة. هي بنتي عاوز أفهم شخصيته، بيحب ايه ما بيحبش ايه كده. طيب أنا هروح أقدم المشروبات وانت خليكي ورايا باقي الأطباق. ورد وأسيل كانوا طول الوقت مركزين مع عيسى اللي كان مشغول في الحفلة ومع العملاء اللي بيمضي معاهم العقود. وفي نهاية الحفلة وقفت أسيل وقالت: عندي ليكي خبر بمليون جنيه وهيسهلك كمان انك تقربي من عيسى. خبر ايه بقى اللي سمعتيه؟ عيسى عاوز سكرتيرة، انا سمعت اكرم ابن عمه وهو بيطلب من موظف عنده ينزل اعلان. لا اكيد عاوزها بتعرف لغات ويكون معاها مؤهلات عالية، وانا يدوب معها خدمة اجتماعية. قدمي مش هتخسري حاجة، ان شاء الله تشتغلي حتى في البوفيه اهو يبقالك رجل في الشركة. ورد فكرت وقالت: صح معاكي حق، لازم اعمل كده. تاني يوم ورد كانت معاها السي في بتاعها وراحت شركة المرشدي علشان تقدم اوراقها، والغريب انها اتقابلت في نفس اليوم واكرم قعد معاها وفهمها على كل حاجة، حتى كمان حذرها من طبع عيسى السيء. ورد كانت بتتعامل مع عيسى من بعيد لبعيد في اطار الشغل وبس، وفي نفس الوقت بتحاول تعرف طباعه وازاي تقدر بعد كده تقرب منه. وبعد اسبوع في عربية عيسى، كان عيسى واكرم وكمال ومرام مسافرين الصعيد، واتكلم عيسى وقال: ما تعرفوش جدي ليه جمعنا كده كلنا؟ اكيد في حاجة مهمة. اتكلم كمال وقال: علمي علمكم، انا ما اعرفش، كل اللي اعرفه انه اكد عليا كلكم لازم تكونوا موجودين، يمكن يكون هيتجوز ولا حاجة. ما تلم نفسك، يتجوز ايه؟ خلي كلامك جد شوية، جدك ما بيحبش الهزار اللي من نوع ده. مرام كانت سرحانة وكمال فوقها وقال: مالك يا مرام، من وقت ما ركبنا العربية وانت ساكتة. لا مفيش، بس انا شكلي ما نمتش كويس امبارح وكنت هنام عقبال ما نوصل. تمام نامي يا حبيبتي دلوقتي وعلى اول البلد هصحيكي. مرام اتصنعت النوم وكمال بص لعيسى وقال: امال ايه اخبار السكرتيرة الجديدة؟ لاول مرة في سكرتيرة تقعد معاك اسبوع كامل. عيسى بص لأكرم بغيظ وأكرم قال: سمعتك سبقاك، حتى أبوك عارف أنت بتعمل فيهم إيه. اتكلم عيسى وقال: مع إنها مش داخلة دماغي قوي وشكلها ما بتفهمش، بس هي بتحاول تتعلم، والأهم إنها ما بتجادلش كتير. أكرم ضحك وقال: والله لو عملناها لك حتى عمولة برضو مش هتعجبك. كلهم ضحكوا وعيسى قال: ماشي، عموما لينا استراحة ننزل فيها، ولولا بابا ومرام أنا كنت عرفتي شغلي معاك. وبعد كام ساعة وصل عيسى وكلهم نزلوا من العربية وكان الجد باستقبالهم. اتكلم الجد فاروق وقال: يا اهلا يا اهلا، واخيرا افتكرتونا وافتكرتم ان ليكم جد تسألوا عليه. اتكلم عيسى وقال: ما تقولش كده يا جدي، احنا عمرنا ما ننساك، انت عارف مشاغلنا اللي في مصر، ومشاغلكم دي تنسيكم ان ليكم جد قاعد لوحده هنا كل يوم عنده امل انكم تيجوا تطلوا عليه. ما انا قلتلك يا والدي تيجي تقعد معانا ومنها تغير جو شوية. لا أنا كيف استمك، ما اقدرش اعيش بعيد عن اهلي وناسي، لو خرجت بره الصيد اموت. اتكلم اكرم وقال: ربنا يديك طول العمر، تعالى خلينا ندخل، انت واقف من بدري مستنينا وشكلك تعبان. كلهم دخلوا للبيت والجد قال: الوقت اتاخر دلوقتي، اطلعوا اوضكم ارتاحوا وبكره نتكلم ونشوف انا جمعتكم ليه. كلهم وافقوا الجد لانهم كانوا تعبانين من السفر، وكل واحد طلع اوضته ونام. وتاني يوم اجتمع الجد فاروق بيهم وقال:
طبعا كلكم مستغربين ان جمعتكم ليه، وخصوصا اني خابر زين انكم مشغولين في اعمالكم وبالذات عيسى. اتكلم كمال وقال: انت تجمعنا في اي وقت يا والدي، مفيش اي حد ممكن يتأخر عنك. انا في خبر وعارف ان كلكم هتتفاجئوا بيه، ولكن جه الوقت اللي لازم اقوله، وخصوصا اني خلاص حاسس اني منفرج قريب. اتكلم عيسى وقال: خير يا جدي، انت كويس؟ صحتك كويسة؟ الحمد لله بخير. المهم اني جمعتكم عشان اقول لكم اني مش كمال هو ابني الوحيد. اكرم اتكلم وقال: ما احنا عارفين ان بابا الله يرحمه كان اخو عمي كمال التوأم. لا مش ده قصدي، كمال وابوك الله يرحمه كان ليه اخت تانية، انا اتجوزت امها في السر وخلفت منها بنت اسمها فريال. كلهم كانوا مصدومين، ومرام قالت: يعني انا ليه عمة اسمها فريال؟ طب وفريال دي فين؟ وليه اتجوزت امها في السر؟ الموضوع يطول شرحه. المهم ان فريال دي اختفت من سنين، واني معرفش عنها حاجة لغاية من شهر تقريبا عرفت انها توفت وهي بتولد. اتكلم عيسى وقال: طب طالما توفت ليه بتقول لنا الحكاية دي دلوك، طالما احنا مش هنقدر نشوفها ولا هي تشوفنا؟ عشان ان اكتشفت ان ليها حفيدة ضايعة من زمان، والاكيد ان الدنيا بهدلتها بعد وفاة امها. اتكلمت مرام وقالت: بصراحة الحكاية غريبة وانا مش قادرة اصدق. انا عاوزكم تدوروا على حفيدتي بنت فريال دي، ولازم تلاقوها، لازم تيجي هنا وتاخد حق امها اللي اتحرمت منه. وقتها فاروق كان حاسس بألم في صدره وما تحملش، وكان هيقع له لأكرم وعيسى اللي حقوه. وكمال بص لمرام وقال: اتصلي بالإسعاف بسرعة، أنا ملاحظ من بدري إنه تعبان. اتكلم فاروق وقال: مش هتلحق توصل، اسمعني يا كمال، وصيتي ليك إنك تلاقي البنت دي وتسلمها ورث فريال الله يرحمها، وخليها تسامحني على اللي عملته فيهم. اتكلم عيسى وقال: اهدى يا جدي وبلاش تتكلم علشان ما تتعبش، واللي انت عاوزه احنا هنعمله لك. آخر حاجة أنا عاوزكم ترجعوا تعيشوا هنا في الصعيد، البيت ده لازم يفضل مفتوح، دي وصيتي الأخيرة، واللي هيخالفها أنا مش هسامحه أبدا. فاروق الألم اشتد عليه وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة، وعلى ما وصلت عربية الإسعاف كان خلاص انتهى. وفي القاهرة وردة قعدت على السفرة وقالت: فول، أنا معدتي خلاص نشفت من كتر أكل الفول والجبنة، نفسي كده في فرخة، لحمة، أي بروتين حيواني. احمدي ربنا، وبعدين على قد فلوسنا، هو انا يعني معايا ومخبيه؟ المهم انت جبتي فلوس الايجار دي منين؟ ده لسه بدري على ميعاد قبض المرتب. اخدت سلفه، اتكلمت مع موظف الحسابات وعرفت ظروفي، وهو وافق واداني مبلغ صغير على قد الايجار، رحت دفعته لصاحب الشقه. انا كنت بفكر ابيع اللابتوب بتاعي، خلاص ملهوش لازمه. لا طبعا، تبيعي ده ايه؟ بصتي انت ممكن تشتغلي اي حاجه من على النت مؤقتا لغاية ما لقيلك شغل في الشركة معايا. ماشي، هحاول امشي نفسي في اي حاجة، بس قوليلي ايه اخبار عيسى؟ دمه تقيل، انا مش عارفة هتحمله ازاي، حاسة ان حوار اننا نقلبه في قرشين ده مش هينفع ابدا. جد قوي، هو مش مديني فرصة اقرب منه. هو انا بقول كده برضو. بقولك ايه، سيبك منه، لو مرتبك في الوظيفة دي كويس تمام، لو مش تمام خلينا نشوف حد تاني. انا بفكر استنى زي ما انا واصرف نظر عن الحكاية التانية، وانتي كمان تشوفي وظيفة حلال وهناكل منها عيش. ونقابل ولاد الحلال بقى، ونتجوز ونعيش في تبات ونبات، ونخلف صبيان وبنات. لا فوقي من احلام العصاري دي يا حبيبتي، مفيش حد بيقبل يتجوز واحدة عاشت وتربت في ملجأ، حطيها حلقة في ودنك. بصت لها اسيل بحزن وسكتت. وفي الصعيد انتهى العزاء، ومرام قربت من كمال وقالت: بابا انت لازم ترتاح، انت طول النهار واقف على رجلك كده، انت هتتعب واحنا كلنا محتاجينك. مرام عندها حق، روح انت ارتاح، وانا واكرم هنفضل واقفين لغاية ما باقي الناس تمشي. كمال هز راسه وراح مع مرام، وكان باين عليه التعب والحزن. واكرم بص لعيسى وقال: عمي كمال شكله تعبان، انا اتصلت بالدكتور، خليه يجي يقيس له الضغط ويشوفه. كويس انك عملت كده، اكيد اللي حصل ده مش سهل عليه، بابا كان مرتبط بجدي قوي. طب وهنعمل ايه في وصية جدك؟ انا لغاية دلوقتي مش قادر اصدق ان جدك كان متجوز في السر وخلف بنت كمان. الله اعلم السبب كان ايه، مش وقته دلوقتي، احسن حد يسمعك، خلينا نبقى نتكلم بعدين في الموضوع ده. وبعد يومين نزلت مرام تتمشى، واتفاجأت لما شافت امير حبها الاول، حاولت تتجاهله وتمشي وتسيبه، الا انه وقف قدامها وقال: لسه عيونك زي ما هي، مهما فات عليها الزمن لسه بتشدني ليها، وحشتيني يا بنت المرشدي. لو سمحت واسع من طريقي، ما ينفعش كده، ممكن حد يشوفنا ويروح يقول لمراتك. لغوة بتوع القاهرة اللي بتتكلمي بيها ما غيرتش فيك حاجة، لسه قلبي بينبض اول ما بيسمع صوتك.
يوه، انت عاوز مني ايه بقى؟ هو مش انت خلاص اتجوزت وكل واحد راح لحاله؟ انت عارفه زين ظروف جوازي اللي ما كانتش بارادتي، ولو عليا كنت رجعت الزمن وما اتجوزتش غير اللي اختارها قلبي، ولو الزمن يرجع بيا كنت دوست على قلبي قبل ما يختارك. هاطلع من الوهم ده يا امير، وروح شوف مراتك اللي سايبها في البيت وجاي دلوقتي تتسلى بيا. انا خلاص انفصلت عن حنان، هاني وهي ما كانش ينفع نكمل سوا. حتى ده كمان ما يهمنيش، انت خلاص حكايه وانتهت. خلاص خلصت مرام كلامها وسابته ومشيت وهي حبسه دموعها قبل ما تنزل قدامه. رجعت مرام البيت، واول ما دخلت اوضتها راحت قعدت على السرير وافتكرت اللي حصل قبل 5 سنين، فلاش باك. خلصت مرام المحاضره وامير وقف معاها وقال: انسه مرام، في ملاحظات بخصوص البحث اللي قدمتيه، يا ريت تبقي تعدي عليا في المكتب ونتناقش هناك. حاضر، هاجي لحضرتك دلوقتي. خلص امير كلامه ومشي، وحنان زميلتها قربت من مرام وقالت: دكتور امير شكله معجب بيكي على الاخر، ده ما بيهتمش بحد قد ما بيهتم بيكي، يا بختك بيه. لا طبعا، ايه اللي بتقوليه ده؟ كل الحكايه ان عيسى اخويا موصي عليا، ما انت عارفه هم اصحاب من زمان. عليا الكلام ده؟ يا بنتي ده انا صاحبتك، وعيب لما تخبي عليا انك معجبه بيه، وهو كمان من الواضح انه معجب بيكي، ده لو ما كانش بيحبك. يوه، هاني ماشيه، هروح اشوفه عاوز يقول لي ايه عشان الحجره وحجب للعصر. مرام خلصت كلامها ومشيت وراحت لمكتب امير وقالت: خير يا دكتور امير، ايه الملاحظات اللي في البحث بتاعي وعاوز تقولها لي؟ طب اقعدي الاول واشربي حاجه وخلينا نتكلم. على فكره زمايلي بداوا يلاحظوا انك مهتم بيا ومميزني عنهم، وكل شويه تبعتلي في مكتبك، وانا ما بحبش حد يتكلم عني بالسوء. امير وقف وقرب منها وقال: قطع لساني اللي يجيب سيرتك بحاجه وحشه، عموما انا حبيت اقولك اني معجب بيكي، ومش من دلوقتي، لا من زمان قوي. مرام اتكسفت، وامير قال: وعشانك ده انا كلها كام يوم وهكلم عيسى اخوكي واجيب اهلي ونيجي نطلب يدك رسمي، والحد ده ما يحصل انا مش هينفع اجيلك هنه تاني، مش عاوزه حد يجيب سيرتي بالباطل. خلصت مرام كلامها وخرجت من المكتب، واتفاجئت لما لقيت مجموعه من الشباب متجمعه وكلهم واقفين يتهمسوا. واحد من الشباب قال: عاملنا فيها مؤدبه ومحترمه وهي مقضياها مع الدكاتره. رد واحد تاني وقال: ما هي النوعية دي كده، بتعمل كده عشان ينجحها، امال انت مفكرها بتطلع كل سنة الاولى على الدفعة ازاي؟ مرام ما قدرتش تستحمل كلامهم وجريت بسرعة مشيت وسابتهم. باك رجعت مرام من ذكرياتها على صوت الباب اللي كان بيخبط، مسحت دموعها وفتحت الباب، واتفاجئت لما شافت كمال ابوها اللي قال: شفتك راجعة من برا، قلت اكيد هتعدي عليا، بس ما جيتيش، قلت اجي واشوفك مالك. مرام اترمت في حضنه وقالت: بابا انا عاوز ارجع القاهره ومش عاوز استنى هنا. ليه بس كده يا بنتي؟ انت مولوده هنا وكنت بتحبي تعيشي هنا، ايه اللي حصل؟ ما بقتش عاوزه اعيش هنا ولا عاوزه حاجه تفكرني باي حاجه زمان. بابا انا تعبانه قوي. كمال حضنها اكتر وقال: طب اهدي دلوقتي وانا هشوف الموضوع ده. وفي المكتب عيسى كان قاعد على المكتب وبيراجع بعض الاوراق، واكرم قاعد قصاده وقال له: طب وبنت عمتك فريال دي هنوصل لها ازاي؟ احنا حتى ما نعرفش اراضيها. اللي عرفته ان عمتك كانت متجوزه واحد، والواحد ده عرفت اسمه، هخلي واحد صاحبي ظابط يشوفه لنا فين من خلال الاسم، ولما نوصل له اكيد هنوصل لبنته. طب وافرض كان مات هو كمان؟ حتى لو مات برضه هنعرف نوصل لبنته. المهم دلوقتي انا نويت استقر هنا في الصعيد. ايوه اجلب بقى على اللغوه الصعيدي وقول لي هتستقر ازاي، ومصالحنا اللي في مصر هشغلها من هنا، وكمان هبقى سافر كل اسبوع ولا اسبوعين اباشر الشغل بنفسي. انت عاوز تستقر هنا عشان وصية جدك ولا عشان حاجة تانية؟ اول هام عشان وصية جدك، تاني هام عشان انا مش عاجبني جو مصر والزحمة، انا حابب العيشة هنا اكتر. بقول لك ايه، انت ما بتفكرش تتجوز؟ يعني تشوف لك بنت صادية كده جدعة تستحملك وهتخلف لك عيال ونكبر العيلة. مش وقته دلوقتي كلام في الموضوع ده، المهم انا هسافر بكره وانت هتبقى معايا عشان ننجل مقر الشركه الرئيسي اللي هنا عشان يبقى تحت ادارتي مباشره. تمام. طب وعمي كمال ومرام هتسيبهم هنا ولا هيجوا معانا؟ اعتقد ان بابا مش هيسيب الصعيد دلوقتي عشان وصيه جدي، عموما انا هقول له لو حابب يجي معانا ولا حاجه. اكرم وقف وقال: طب وانا عندي كم مشوار كده، هروح اعملهم وابقى ارجع لك. وفي القاهره اسيل راحت تزور ورد في مكتبها. ورد قالت: سمعت انه جاي بكرة وناوي ينقل مقر الشركة في الصعيد، واحد من الموظفين بيقول ان دي وصية جده. يا حزنك يا ورد، ملكيش بخت ابدا، يوم ما تلاقي وظيفة كويسة
وقلنا خلاص هنتوب ونبطل نصب، الشركة تصفي وإيه وهتنقل الصعيد. بس بقى أنا من وقت ما عرفته وأنا متضايقة قوي ومش عارفة هعمل إيه. أنا ما صدقت لقيت وظيفة بالمرتب ده. طب ما ننقل الصعيد إحنا كمان، خلينا نقلب عيشنا هناك، يمكن ربنا يفتحها في وشنا. لا طبعا إحنا ما نعرفش حاجة هناك، ومين قالك لما أنقل الصعيد هيشغلوني؟ ما يمكن يرفض يشغلني. يبقى ما فيش غير حل تاني. أنا عندي فكرة كده وخايفة أقولك عليها، مع إني بخاف من أفكارك، بس قولي. تجبريه يتجوزك ووقتها تقلبيه في قرشين وتخلعي. وده هكبره إزاي؟ إيه همسكه من إيده واروح للمأذون ولا هغصبه على الجواز؟ لا في حاجة كده هقولك عليها، بس على الله تطولي لسانك عليا. ها في الأول وفي الآخر أنا عاوزة مصلحتنا، مع إني بخاف منك لما بتفكري، بس قولي. ها ناوية على إيه؟ وبعد يومين في مكتب عيسى اللي في القاهرة كل الموظفين اتجمعوا على صوت صراخ جاي من جوه، وأكرم كان أول واحد يفتح الباب، واتفاجئ لما شاف عيسى بيحاول يقرب من وردة غصب عنها. أكرم جري بسرعة وبعده عنها وقال: أنت اتجننت؟ إيه اللي بتعمله ده؟ عيسى فوق أنت شارب حاجة ولا إيه؟ عيسى من الواضح إنه ما كانش في وعيه، ووردة كانت هدومها متقطعة وعيطت وقالت: حرام عليك أنت عملت كده ليه؟ أنا مش ممكن أسكت، أنا هروح القسم دلوقتي وأقدم فيك بلاغ. أكرم لقى الموظفين كلهم متجمعين وشايفين اللي حصل، حاول يخرجهم من الأوضة وقرب من ورد وقال: ما تخافيش، قوليلي هو عيسى عمل إيه بالظبط، ومين كان عنده في المكتب قبل ما أنت تدخلي؟ ورد مسكت دماغها وكانت بتعيط، وأكرم قال: اهدي طيب وما تخافيش، واني مش هعملك حاجة. وقفت ورد وقالت: أنا مش ممكن أسكت على اللي حصل، الموظفين شاهدين هو عمل فيا إيه، أنا لازم أروح وأعمل له محضر وأخد حقي بالقانون. أكرم قرب منها وقال: اسمعي مني، إحنا ممكن نحل الموضوع بشكل ودي، شوفي أنت عاوزة كام وتقولي إن عيسى ما عملش فيك كده. أنت فاكرني إيه؟ فاكرني واحدة من الشارع علشان أبيع نفسي؟ لا يا أستاذ، أنا واحدة شريفة وعمري ما أقبل بكده أبدا. ورد كانت هتمشي بس أكرم مسك إيديها وقال: إيه اللي يريحك؟ شوفي أنت عاوزة إيه وأنا أعمله لك، المهم إن الموضوع ده ما يخرجش بره المكتب ده. ورد ابتسمت بخبث وقالت: لازم يجيب المأذون ويتجوزني، مفيش حل للفضيحة اللي حصلت دي غير كده. بص أكرم لعيسى والشكله المتبهدل والعرق اللي مالي وشه وقال له: أنا مش عارف مين اللي ورا اللي حصل ده، بس مفيش حل تاني، لازم توافق. ورد مثلت إنها كانت بتعيط وقالت: أنا مش ممكن أسامحه على اللي حصل ده أبدا، أنا مش عاوزة غير إن المأذون يجي ويخلصني من الفضيحة دي، إن شاء الله حتى نتطلق بعد يومين. طب اهدي بس دلوقتي وكلمي حد يجيب لك هدوم تانية بدل اللي اتقطعت دي، وانا هروح اجيب المأذون ومشي الموظفين اللي بره. اكرم كان هيخرج بس ورد قالت: لا ارجوك اوعى تمشي وتسيبني معاه تاني، انا مش عارفه ممكن يعمل فيا ايه تاني. اكرم بص لعيسى وقال: طب انا هاخده معايا واغسل له وشه واخليه يشرب قهوه ولا حاجه يمكن يفوق من اللي هو فيه ده. اكرم اخذ عيسى وخرجوا من المكتب، وورد ابتسمت وهي بتبص حواليها وقالت: تسلم افكارك يا بنت يا اسيل، لاول مره احس انك طلعتي بتفهمي. صح، لازم اتصل بيها تجيب لي هدوم وتيجي تحضر كتب الكتاب. اتصلت ورد باسيل اللي جت بعد نص ساعه تقريبا. ورد غيرت هدومها واسيل قعدت وقالت: انت لازم تحكي لي اللي حصل من اول ما حطيتي له النقط اللي اديتها لك في القهوه لغايه ما حاول يقرب منك. وعند عيسى اللي مسك دماغه بقلم من كتر الصداع وقال: مش فاكر اي حاجه حصلت، كل اللي فاكره انها دخلت بصينيه القهوه وكنت طالب منها العقود الاخيره عشان ارجعها، ولما شربت من القهوه حسيت بصداع جامد وبعدها مش فاكر حاجه. يعني مش فاكر انك حاولت تجرب منها وكمان قطعت هدومها؟ ده انا دخلت لقيت البت منهاره. عيسى كان مصدوم من اللي بيسمعه وقال: لا مش ممكن، انا يستحيل اعمل كده، البت دي بتكذب، اكيد عامله الحوار ده عليا عشان تطلع بقرشين. للاسف الموظفين شاهدين عليك، كلهم شافوك وانت بتحاول يعني. قطع عيسى لما وقف وقال بغضب: انت لازم تعرف مين ورا اللي حصل ده، والبيت دي مين اللي بعتها عشان تعمل معايا كده، اكيد حد من المنافسين. قبل ده ما يحصل لازم تتجوزها، والا الموضوع ممكن يوصل للصحافه ووقتها هتبقى فضيحه. اتجوز مين؟ انت اتجننت؟ لا مش ممكن اتجوز واحده زي دي، مفيش حل تاني. انا عرضت عليها تاخد فلوس وتسكت بس هي رفضت وصممت على الجواز. طالما هي اللي صممت يبقى تتحمل بقى اللي هعمله فيها، انا بقى هعرف اندمها كويس على اللي حصل. بص المهم ان الموضوع يعدي، اتجوزها يومين ثلاثة وبعدين طلقها واديها قرشين وكده يبقى نخرس اي لسان ممكن يتكلم عليك. عيسى قعد وكان بيفكر في كلام اكرم وقال: كلم المأذون خليني اشوف اخرها ايه ومين وراها، البنت دي لازم تتكلم. وفي المكتب
اتكلمت أسيل وقالت: طب وعملتي ايه فنجان القهوة؟ افرض اللي اسمه أكرم ده أخده وحلله وعرف انك حطاله النقط. انا طبعا بعد ما خرج بدلته بفنجان تاني، والفنجان الاولاني غسلته كويس وسبت فنجان القهوه مكانه على المكتب علشان لما يرجع يلاقيه. طب كويس، يا ترى بقى هنطلع لنا تكمل الموضوع ده؟ بقولك ايه، انا ليا النص. انا صاحبه الفكره. بقولك ايه، انا لغايه دلوقتي مش قادره اصدق اللي عملته. انا مش متخيله ان ممكن اتجوز البني ادم ده. انا خايفه لما يفوق يجي ويرفض الجواز. وقتها لازم يكون قلبك قوي وتخرجي وتصممي انك تروحي تعملي محضر، وهتبقى قضية ووقتها هيدفع لك تعويض مش قليل. ماشي، اهي اي حاجة والسلام، بس اعملي حسابك بعد الموضوع ده ما ينتهي احنا هناخد الفلوس منه نشتري شقة وندور على شغل بالحلال ونبطل العك ده. يا ريت، ومين سمعك، انا بحلم باليوم ده من زمان. تعدي بس على خير وانا وعدك اني هتوب ونقرب من ربنا كمان.